حنا المعارضه ديال جامعه الهراويين اليوم دايرين واحد الوقفه احتجاجيه وواحد الاعتصام جماعي باش نوصلوا للمجتمع ونوصلوا للسلطه الوصايه. حنا غاضبين على هذا الرئيس هذا اللي كثر من مشاكل كبيره في هذه المنطقه هذه. مشاكل واخا نقدر يومين ونهضر ما نقولهاش لكم، الازبال، المياه العادمه، المواطنين ما كيجيو باش يقضوا الاغراض ديالهم ما كيقضيوهمش، ما كيلقاوش مع مين يهضروا. زياده عن ذلك على شطط السلطه، على المشاكل اللي داير الاعفاء الضريبيه، الرخص اللي كتعطى هكاك، الميزانيه اللي كتهضر باموال كثيره من الغازوال، 160 مليون ديال الغازوال اللي كدار في العام، والنص ديال السيارات واقفه ما كنعرفش الفلوس فين كتمشي، الاعوال العرضيين اللي ما كيبان لكم فيهم حتى واحد، ونورمالمون ديال 72 واحد كتخدم ما كايناش كاع في الحقيقه، ما كايناش منها حتى 30 واحد، شي الاخر كلشي اشباح. وحنا كنطالبوا بالسلطات المختصه باش تدخل وتشوف هذا الشيء. حنا راه درنا شكايه للوكيل الملك، درنا شكايه لوزير الداخليه، درنا شكايه للمفتشيه العامه الداخليه، درنا شكايه لسيد العامل، ولكن راه ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه ما بانت على ارض الواقع. وحنا كنتسينوا، وحنا راه دابا دايرين اعتصام تدخل السلطات المختصه باش تشوف هذا الشيء، والله ينصر سيدنا. اولا قبل ما غنتكلم كنشكر الاخوان ديال الصحافه اللي ازرونا كمعارضه في جماعة الهراويين إقليم مديونة. كنتكلم أولا قبل ما نكون مستشار، أنا ابن كريان سنترال بالحي المحمدي، وكنت مستشار في الحي المحمدي، وجيت من الناس اللي رحلوا من كريان سنترال للمشروع ديال الهراويين اللي عطاه سيدنا الله ينصرو محمد السادس، لأن هذا الفرح اللي كان عندنا ديال المشروع مع هذا الرئيس عاد عندنا كابوس. الى ما قانوني، الى كهرباء قانوني مع هذا الرئيس، زيدك على الضرائب اللي خرجت لهاد الناس الفقراء في المشروع. راه حنا ما غيرنا حتى حاجه، العقليه هي غير البرارك تبدلوا حيوط، وسيدنا اللي عاطينا. نزيدك باننا درنا القانون، راسلنا الجهات المختصه، راسلنا السيد عامل الاقليم اللي كيمثل صاحب جلاله محمد السادس نصره الله، مشينا برجلينا ماشي رزق، مشينا برجلينا للرباط، حطينا الملف ديالنا في وزاره الداخليه، حطينا الملف ديالنا في قسم الحسابات، حطينا في المجلس الجهوي، حطينا عند عبد النباوي المفتشيه العامه، جات المفتشيه العامه صغر قد واحد الشهر وعشر ايام، الجواب ست شهور. هذا كنطالبوا كمستشارين كمعارضه 18 واحد، غير بغينا نعرفوا التقرير ديال المفتشيه، ما كاينش اللي عطانا وما كاينش. خدنا نقطه دوره، كنطالبوا السؤال ديال المفتشيه والجواب ديال المفتشيه، ما كاينش. انا مواطن عادي كنجي ناخذ واحد الورقه دابا 3 شهور وانا كنمشي ونجي عليها وما كناخذها. واحد الموظفه كتشد الطلبات، ضربت لها التليفون مع الوحده، هي اصلا ما كايناش في المكتب، ضربت لها التليفون قالت لي وانا ما جيتش كاع. يعني كاين شطاط، كاين استغلال النفوذ، كاين كل شيء، ما كايناش الخدمه، ما كايناش والو. كنت درت شي ورقات توضروا لي باش ناخذهم دابا 3 شهور وانا كنمشي ونجي. ورا شريت اوراق من عندهم هما، انا خلصت من الموطور، لانني كنعترف بان السلطه الاداريه اللي شريتي وراه كتقليزي تما كلشي كتقليزي. دابا لحد الان راه الموطور محطوط عند العساس وكنخلصوا ليه 400 في السيمانه، والموطور بحال ماشي ديالنا، حنا شارينه من سلطه اداريه وماشي ديالنا. واجيت هنا زعما راه كاين تسيب، تسيب كثير كاع ماشي قليل، تسيب ما كتلقاش الموظفين، ولا الموظف كيكون خارج ما يجي حتى 3 ونص ولا حتى 4 يقول لك ما مساليش.